كتير. خليني ارحب دكتور حافظ السلماوي، استاذ هندسه الطاقه ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الاسبق. مساء الخير يا دكتور. اهلا، مساء الخير حضرتك. اهلا بحضرتك المشاهدين. اهلا بحضرتك، اهلا بيك دكتور حافظ. دكتور حافظ، مبدئيا في دول كتيره عملت التجربه دي من باب توفير الطاقه. لسه كنت بقول انه من بكره هتبدا 18 جيجا هتشتغل من البيت اونلاين. فهل التجربة دي نجحت وفرت؟ احنا عاملينها علشان نجربها في شهر اغسطس، هل ممكن عند حضرتك تقدير ممكن توفر قد ايه تقريبا؟ اتفضلي يا فندم. هو اولا التجربة دي موجودة اولريدي، ما اقولش تجربة، اقول نمط العمل ده موجود اولريدي في عدد كبير من الدول، بالذات من الدول المتقدمة اللي هي العمل من المنزل. وفكرة العمل من المنزل ان العامل ما بيروحش مكان العمل كل يوم، وانما بيروح مثلا 3 ايام في الاسبوع، وبيبقى يومين بيعمل من المنزل. ده بيبقى له وفر على الشركات، لان تواجد العامل داخل مقر الشركة معناها ان انا لازم اوفر له مكان، لازم اوفر له تسهيلات. وبالتالي عدد كبير من الشركات الكبرى في العالم بتطبق هذا النظام، نظام العمل من المنزل، مش بغرض ترشيد الطاقة بالأساس، ولكن بأغراض أخرى كثيرة قد يدخل منها غرض ترشيد الطاقة. لأن ده في أيام الكورونا لما الناس كلها قعدت في البيوت ما بقتش بتروح العمل، كان قيل وقتها أن الشركات لابد أن تعوض العاملين عن التكلفة الإضافية اللي بيتحملوها علشان يعملوا من المنزل، لأنهم دلوقتي وفروا للشركة. إنما ما أقدرش أقول ان كان هذا بغرض موضوع ترشيد. يعني في دول في العالم او شركات عالميه كثير جدا، يعني من الدول المتقدمه نظام، وده اعتقد ان التجربه اللي احنا بنعملها ربما سيكون لها اثر، ليس علشان موضوع الطاقه، ولكن له اثر من ناحيه الازدحام في الشوارع، الضغط على وسائل المواصلات، هيكون له أثر كبير جدا، تخفيض تكلفة الأعمال نفسها بالنسبة للشركات، زي ما في الكورونا وظهر نظام العمل أونلاين اللي ما كانش موجود بالكثافة دي قبل. إنما فكرة الترشيد هي نبع من نقطة إن أثناء الأجازات الأسبوعية الجمعة والسبت تلاحظ طبعا انخفاض في الطلب على الطاقة الكهربائية في حدود 5%. ولكن نقطة مهمة. أيوة. ولكن احنا ده بنتكلم على غالبية قوى العمل اللي بتعمل، انما احنا بنتكلم في تجربتنا هنا على بعض الجهات الحكومية اللي هي يمكن لا تشكل اكتر من خمس او اقل من قوة العمل اللي بتاخد اجازة فعلا جمعة وسبت. النقطة الثانية ان كام في المية من هؤلاء العاملين لدي، اولا برضو عشان اوضح ان الزيادة في الاحمال الكهربائية مرتبطة بجهازين للأسف، التلاجات وده كلنا مشتركين فيه، والتكييفات وهي يملكها حوالي 6 مليون مستهلك من قرابة 26 مليون مستهلك، منهم يمكن نصهم عندهم جهاز واحد والباقي اللي هو الثلاثة تانيين يمكن عندهم اكثر. تمام. فبالتالي فالسؤال بقى لحضرتك قلته دي احصائيه، دي احصائيه من واقع الكهرباء، لان ما فيش اي مستهلك يستهلك اكثر من 350 كيلو وات ساعه في الشهر في المتوسط لديه جهاز تكييف. تمام. هيستهلك اكثر. تمام. فده وفق فكم في الميه بقى من العاملين اللي مش هيروحوا الشغل هو عنده جهاز تكييف في الشغل وما عندوش في البيت؟ اعتقد فيها نسبة كبيرة، بس ممكن ما يكونش لا عنده هنا ولا هنا، بالذات في مستويات العاملين اللي هي الاقل. طبعا اللي عندهم اجهزة تكييف في الشغل وقد لا يكون عندهم اجهزة تكييف في البيت هم عدد من اللي هي بيعملوا في مباني مكيفة مركزيا، هي اللي بيعملوا في شركات او في بنوك مرتبطة، واعتقد ان دول لن يشملهم. سؤال فرعي كده دكتور حافظ، إيه التكييف المركزي يسحب كهرباء اكتر ولا التكييف الفرداني؟ لا المركزي اقل طبعا، اقل لانه دايما الحاجه لما بتكبر الحجم بتاعها بتكون كفاءتها اعلى من الفرداني، انما الفرداني بيدي مرونه،
ان لو انا باديره بطريقه جيده حطيه في الاوضه اللي انا مش موجود فيها وهشغله، انما المركزي احيانا قد لا يكون هناك تبقى الاوض كلها مكيفه ومش وفي ناس. الجزء الثاني من السؤال، الناس دي لما هتقعد في بيوتها هتستهلك قد ايه؟ فده برضو مؤشر. ومن هنا قادر اقول ان الاجابه صعبه جدا على السؤال ده، وان المحك هو التجربه والقياس. ولكن لابد برضو لما بنعمل قياس ناخذ في اعتبارنا ان بكره مثلا متوقع درجه الحراره 42. الحد اللي فات كانت درجه الحراره 38. فاذا زاد الاستهلاك بكره بالرغم من الاجازه، ده لا يعني ان ما حصلش وفر، وانما قد يكون مع ذا الزياده جاي ان درجه الحراره اعلى. فبالتالي لابد ان تجرى تجربه، ان يتم القياسات والمتابعه، ان يتم تحليل النتائج بطريقه علميه للوصول. انما زي ما قلت لحضرتك في بدايه الحديث، هي تجربه جيده قد يكون نمط للعمل، قد نعممه مستقبلا، قد يكون اسلوب حياه للتخفيف بقى من وسائل المواصلات، من الازدحام في الشوارع، للاستفاده اكتر من اماكن العمل. عندنا بعض الاماكن العمل بعض الموظفين ما لهمش مكاتب يقعدوا عليها. انما لما بنلاقي حتى وجود الناس في الشارع في درجه الحراره الفظيعه دي برضو ده مؤشر تاني بقى ان الناس ما بتنزلش الشارع علشان الحراره. طبعا بكره طبعا كاجراء حكومي كلنا هنبقى رايحين العمل عشان يبقى ما تتحسبلناش اجازه ومحسوبه ضمن الاجازه بتاعت التقبيل. يعني اقصد ان تقييم التجربه ديت اعتقد مفيده، وقد لا يكون لموضوع الطاقه فقط ولكن لموضوعات اخرى مستقبلا في اداره جهاز الدوله ووسائل للعمل كلها. وهنقيس بقى طبقا بيه زي ما حضرتك قلت لي في الدول الاخرى طبقا لاسلوب عمل الشركات الكبرى. هو مطبق في الدول الاخرى زي ما بقول لحضرتك. بقى له يمكن اكثر من 20 سنه فكره العمل من المنزل. يا 20 سنه يعني من قبل كورونا بكتير. يعني انا ليا اصدقاء في كندا وكده كانوا بيعملوا 3 أيام في الشغل ويومين من حوالي 20 سنة. فأقصد أن هذا أسلوب مطبق، ولكن ما كانش الغرض منه ولكن تخفيض تكلفة الشركات، تخفيف الزحام في الشوارع، طبعا وفر وقود لأن الانتقال هيبقى أقل طبعاً. مش كهرباء إنما طبعاً. وقود يعني في وسائل. فأعتقد أن التجربة هتبقى جيدة جدا ومهم جدا تقييمها بصورة جيدة على مدى ال4 أسابيع القادمة، بحيث ممكن نطلع منها بدروس قد تفيدنا ليس في مجال الكهرباء، لأن مشكلة الكهرباء هي مشكلة وقتية وإن شاء الله الموضوع ده محلول قريبا. ولكن حضرتك بتكلمني في الجزئية دي بثقة. أعتقد هيك. إنما تطوير نظام العمل أعتقد إن هذه التجربة هتصب. تمام. بشكرك دكتور حافظ، بشكرك فندم، شكرا جزيلا، بشكرك.